بين الفرح والشغف وسنوات الانتظار ترتسم ابتسامات النجاح المختلطة بعبارات ومشاعر لا توصف. اليوم يصبح الحلم حقيقة، وبعد سنوات الجهد والتعب والسهر وصلنا أخيراً. تخرج الدفعة 18 من طلاب كلية طب الأسنان اليوم ولمسوا الحلم أخيراً. 5 سنين من التعب والإرهاق، ويجي اليوم يعني النتيجة التعب والجهد اللي بذلناه طوال 5 سنوات نحصد اليوم إن شاء الله. مشاعر يعني لا توصف، بحكم يعني متاعب الدراسة والتخرج، وإن شاء الله دراسات عليا، ما نطمح للأفضل يعني إن شاء الله في القريب العاجل. مشاعر مختلطة وعبارات الدموع والفرح التي يحملها أولياء أمور الطلاب الذين قاسوا كل تعب لأجل هذه اللحظة التي طالما انتظروا رؤيتها في أبنائهم الذين كلما كبروا معهم في حب. مشاعري أحسن حاجة اليوم سمعتها، حسيت فرحة في قلبي، لو كنت قوية وشابة كنت أقوم أرقص معاهم، لكن قدوا كفاية أنني باركت لهم. المشاعر اليوم لا توصف، مشاعر كبيرة جدا، يعني ثمرة تقطف بعد جهد 5 سنوات، يقطف ثمرة النجاح هو اليوم. أقول لهم مبروك إن شاء الله على النجاح، وإن شاء الله يعني مستقبل باهر، ويأخذوا إن شاء الله دحين عندهم مستقبل إن شاء الله يدخلوا في مجال العمل. نطلب منهم مزيد من تطوير القدرات، من تطوير المهارات، من مواكبة الجديد والمستجدات في طب الأسنان، لأن طب الأسنان أمس ليس طب أسنان اليوم وليس طب الأسنان الغد. أمنية حب كبيرة وفرحة أكبر لكل طبيب وطالب علم يحفر في الصخر ليكبر عقلا وفكرا وفخرا في رسم ملامح الوطن، فالله موفق لجميع أبنائنا. غريبة مرت الأيام سريعة كأنها أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وصرار في رحلة عمر بالإبداع، رواية أحلى بالأسمار.